والسنة في رمضان وفي غيره يقوم بإحدى عشرة ركعة. في حديث عائجة: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، كان يصلي أربعا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثة، وإن صلى ثلاثة عشرة ركعة فلا حرج من ذلك، وإن زاد صلى بعشرين أو بإحدى وعشرين أو بثلاث وعشرين أو بست وثلاثين أو بأكثر من ذلك فلا حرج. فالاختلاف اختلاف أفضلية وليس اختلاف تحليل أو تحريم. وقد حكم عبد البر رحمه تعالى في الاستذكار الإجماع على جواز كل هذه الأمور، حتى غير واحد أيضا، ولكن الأفضل هو ما ثابر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وثابر عليه الصحابة من بعده، وذلك بالاقتصار على إحدى عشرة ركعة. دليل الجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحد. هذا أعرابي ما يعرف المطلق من المقيد، ولا يفهم الحديث الواردة الأخرى، ولو كان يعرفها ويفهمها ما سأل. فقال له: صلاة الليل مثنى مثنى، صل ما شئت، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحد. هذا دليل الجواز، وذاك دليل الأفضلية والأولوية. ونتحدث عن هذا إن شاء الله تعالى في بابه، ولكن هذا إشارة إلى قول المؤلف.